وقعت حركتا فتح وحماس اتفاقية المصالحة الفلسطينية في اجتماع عقد في منزل رئيس الحكومة المقال في غزة اسماعيل هنية. وأعلن هنية في مؤتمر صحفي انتهاء مرحلة الانقسام الفلسطيني، كاشفا أن الاتفاقية بين الفصائل الفلسطينية وضعت آليات لتطبيق المصالحة وفق إعلان الدوحة والاتفاقيات ذات الصلة. يبدأ الرئيس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة اللي هي 5 أسابيع، استناداً إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة وقيامها بالتزاماتها كافة. ثالثاً، الانتخابات. التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات. وبعد إعلان نبأ المصالحة، خرج الآلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في غزة احتفالاً بإعلان اتفاق إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتجمع مئات الفلسطينيين قرب ساحة الجندي المجهول على مقربة من مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، وتجمهر كذلك مئات آخرون في ميدان خان يونس وآخرون في رفح جنوبي القطاع، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات. وحدة وطنية للشهداء. تحية. متفائلون جدا الآن في لحظات تاريخية علينا أن نحتفل بها، لا ننظر لكل ما سبق من تاريخ أسود. احنا بننظر اللي صار نظرة حذر وترقب، والسبب فقدان الثقة اللي عملوها معانا وفود المصالحة والحركتين وأبطال الانقسام. لكن اللي احنا بنحكيه وبنصر عليه، احنا بنبارك هاي الخطوات وبنبارك التأكيد على تنفيذ ما اتفق عليه. أما الموقف الإسرائيلي فجاء على لسان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي خير الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين السلام مع إسرائيل ومصالحة حركة حماس.